الجميع نهاركم مبروك. هذا المحتوى موجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي بهدف ضبط المعادلات الكيميائية الموجودة بمقرر الدورة الأولى، وهي العموم تصنف إلى ثلاثة أنواع. دونك كاينين لي رياكسيون دوكسيداسيون اللي غنلقاو فيها القسم المشترك هو أنو أن ميتال رياجي أفيك لو دي أوكسيجين. دونك هنا كنلقاو واحد الفلز كيما الألومنيوم أو لا الحديد يتفاعل مع ثنائي أكسجين الهواء من طبيعة الحال بوجود الماء. دونك كلهم تلقاو فيهم غتلقاو إما الحديد أو الألومنيوم كيتفاعل مع ثنائي الأكسجين أو دو. دونك غنجيو لهاد المعادلات بالتفصيل. غندوزو دابا للنوع الثاني، هو المعادلات اللي فيها لاكسيون دو لاسيد سوغ لي ميتو. دونك هاد المعادلات كنلقاو فيها كلهم لاسيد، يعني لاسيد فيه ايونات اش بلس. اش بلس هما لي زيون اكتيف. دونك يتفاعلوا الايونات اش بلس مع الفلزات الحديد الالومنيوم والزنك، وكلهم كيعطيونا اش دو ثنائي لو دي هيدروجين، هو الغاز الذي يحدث فرقة عند الاحتراق أو لا il produit une détonation lors de sa combustion. Donc النوع الثاني، النوع الثالث والأخير هما لي رياكسيون ديدونتيفيكاسيون. هاد النوع ديال لي رياكسيون كيمكنونا باش نتعرفوا على الأيونات الموجودة في محلول معين. دونك هنا كاينين المعادلات دونك بالنسبة للتفاعل كيكون بين الأيونات، أيونات موجبة كتفاعل مع أيونات سالبة وكيعطيونا جسم صلب أن بريسيبيتي. دونك هاد الايونات دونك كيما كيتفاعلوا لي اش جي بلس مع سي ال موان ولا او اش موان مع الايونات كاملين ديال الحديد ولا الزنك ولا الالومنيوم. دونك كاع دوك اللي عندكم في المعادلات. دابا بالتفصيل بالنسبه لي رياكسيون، لي رياكسيون ديال لي ميتو دون لير. دونك كنلقاو ديما قلنا في المتفاعلات لو دي اوكسيجين او دو، وفي الناتج دونك كنلقاو اف او بلس او دو، لان الحديد تفاعل مع ثنائي الاكسجين اللي كاين في الهواء يعني او دو، كيعطينا الصدى ديال الحديد اف او دو او تخوا. بالنسبه للموازنه سيرو ليها من الاخر جوج ثلاثه اربعه. دونك سي فاسيل ا روتونيغ. دونك غندوزو دابا للنوع الثاني، هو اللي فيهم تاثير الحمض كلوريدريك على الفلزات. دونك بالنسبه للتاثير ديال الحمض الكلوريدريك، تعرفوا بلي الحمض الكلوريدريك فيه لي ايونات ديال اش بلس و سي ال موان، واللي كيتفاعل هنا ليون اكتيف هو اش بلس. دونك داك ليون اش بلس غيتفاعل مع هاد الفلزات بثلاثه، سواء ديال الحديد ولا ديال الزنك ولا ديال الالومنيوم، وكيحولهم لايون، يعني اف او كيتحول لايون اف او دو بلس. نفس الشيء زد ان غيتحول زد ان دو بلس، و الالومنيوم غيتحول ال 3 بلس. دونك بالنسبه للموازنه توازنوا ثنائي الهيدروجين، دونك كتلاحظوا واش الايونات توازنوا والاخرين و لي زاتوم تاعهم متوازنين. كاين نوع ثالث ديال لي رياكسيون، هما دوك لي رياكسيون دي ايدونتيفيكاسيون. دونك سا سير ا ايدونتيفي ليكزيستونس دان نيون دون اون سوليسيون. دونك عندنا هنا دو رياكتيف، اما لاسود او لا لنيتخات دارجون. لاسود كتستعمل مع كاع لي زيون ميتاليك، و لو نيتخات دارجون كيتستعمل مع سي ال موان. دونك تلاحظوا هادو كاملين فيهم لي او اش، وفداك لو بريسيبيتي او لا الناتج كيكون فيه ديما لو غروبمون او اش. داكشي علاش كاملين كيتسماو ايدروكسيد، تلقى ايدروكسيد دو زانك، ايدروكسيد دالومنيوم، ايدروكسيد دو كويفر، ايدروكسيد دو فير. دونك هادو راه ساهل انك توازنهم، يكفي انك توازن لي شارج في المتفاعلات ويعطيوك لو غروبمون بلو ميم نومبر في النواتج. دونك هنا باش تفرقهم على الاخرين، هنا كاين ايونات الفلزات ماشي الفلزات الاخرين، فيهم فلزات. هنا كتلقى زيد ان دو بلس، اي دو بلس، اف او دي بلس، كيتفاعلوا مع الاخرين. دونك نتمنى ان يكون هذا المحتوى فادكم، و الا كاين شي ملاحظات مرحبا.